نتكلم عن جيل مبتكر وواعي قادر ان هو يخلق حلول ابداعيه للمشاكل اللي بتواجهنا. نروح لسن تاني يمكن اكبر شويه وطالبات بكليه الهندسه في الجامعه الامريكيه. 4 طالبات قرروا ان هم يعملوا مشروع تخرجهم بشكل مختلف شويه، هو عباره عن تطوير خرسانه ذاتيه الاناره بتمتص الطاقه الصبح وتحولها بالليل لاضاءه، ودي خطوه كبيره جدا في التطور في مجال الطاقه المتجدده. خلونا نعرف تفاصيل اكتر عن المشروع ده. معانا عبر الزوم الطالبه منى سليمان، احدى الطالبات المشاركات في مشروع التخرج. صباح الخير يا منى. صباح النور. طبعا في البدايه الطاقه المتجدده رينيول انرجي دي من الحاجات اللي احنا بنتكلم عنها بقى لنا كتير قوي، بالذات لو الطاقه الشمسيه. انا ما اعرفش انتوا مشروعكم كان عن ايه بالظبط، حابه تكلميني عنه، فكرته جات لك ازاي او جات لكم انتوا ازاي؟ احنا الفكره ببساطه جات لنا بان احنا كنا عايزين نشتغل على حاجه ليها علاقه بمواد البناء تكون صديقه للبيئه، وفي نفس الوقت الهدف جعل الطرق اكثر امانا هو من اكثر الاهداف اللي يعني مركزين عليها في العالم كله. فمن هنا جت فكره المشروع، ابتدينا شغل على ان نعمل خرسانه تكون صديقه للبيئه بحيث ان هي بتسحب ضوء الشمس بالنهار وبتعكسه بالليل. ومن هنا جت فكره المشروع، ابتدينا شغل عليه لحد ما طلعنا نموذج في اخر مشروع التخرج بتاعنا. عظيم. الموضوع خد منك قد ايه طيب؟ الموضوع أخذ مننا حوالي 3 لـ4 شهور فترة الشغل على مشروع التخرج، وبعدين اشتغلنا عليه تاني قبل ما نطلع نقدمه في مؤتمر في أمريكا شهر يناير أول سنة. طب يعني العالم كله دلوقتي بنتكلم عن مشكلة المناخ والتغيير اللي بيحصل في المناخ، طب حابة أعرف منك يعني ايه خرسانه بتحول الحراره اللي بتاخديها من الضوء بالليل لاناره؟ انا مش عارفه استوعبها، فهميها لنا بسطيها لنا اكتر. اكيد هي عباره عن الخرسانه العاديه جدا، واحنا اتاكدنا واحنا شغالين عليها واحنا بنعمل التجارب ان هي عندها الخصائص الميكانيكيه لاي خرسانه، الاجهاد وكل حاجه وقوه تحملها، خرسانه عاديه جدا، بس حاطين عليها شويه اضافات. الاضافات دي بتخليها تقدر تسحب ضوء الشمس طول النهار، وبالليل لما يبقى في غياب الاضاءه تقدر تعكس ضوء الشمس ده. وبالطريقه دي احنا بنوفر الطاقه مش بس في الاماكن اللي ما فيهاش كهرباء، لا حتى لو في اماكن فيها كهرباء. العالم كله دلوقتي متجه نحو الطاقه المستدامه، فده يعني بيخلينا نلجا لطاقه لوسيله طاقه متجدده. وده كان الهدف من المشروع، ان احنا نشتغل بتعكس الضوء للبيئه. بتعكس الضوء لفتره قد ايه بينا؟ ده لسه في اطار البحث، احنا لسه شغالين لحد ما نجربه على طريق ونعرف هو بيعكس قد ايه بالظبط. بس هو احنا دلوقتي كان معانا نموذج من المشروع واشتغل فعلا ان احنا جربناه بالضوء وعكس الضوء، بس فكره الوقت هي لسه في اطار البحث. طيب لكن الحجر نفسه او التصميم نفسه اللي انتوا عاملينه يعيش قد ايه؟ ده برضو لسه قيد الدراسه والتجربه. ده قيد الدراسة، كل الحاجات دي لسه قيد الدراسة، هو بحث علمي، والبحث العلمي بيبني على بحوث سابقة وبيفضل مستمر، فده لسه تأكيد. قيد الدراسة. لما قدمتوا المشروع ردود الأفعال بتاعت الدكاترة كانت عاملة إزاي؟ الدكاتره طبعا كانوا مشجعين جدا ومرحبين جدا بالفكره، وادولنا توصيات لازاي ممكن نكمل حتى بحث في الموضوع بعد مشروع التخرج، لان هم شايفين الفكره قابله جدا للتنفيذ خصوصا في مصر. فكانوا مرحبين جدا بالفكره ومشجعين، خصوصا المشرف بتاعنا دكتور محمد نجيب ابو زيد. طب بصي، عشان احنا عايزين طبعا لو في ناس بتتفرج علينا دلوقتي طلبه هندسه بياخدوا الموضوع ده كمصدر الهام ليهم، يعرفوا ان الموضوع مش سهل، يعني الاوتكم حلوه قوي، النتيجه حلوه قوي، لكن اكيد كان في تحديات بتقابلك، ازاي تغلبتوا عليها؟ دي مهمه قوي، ازاي قدرتي تعدي التحديات اللي ممكن تكون حصلت عشان تنفذوا المشروع ده؟ هو احد التحديات طبعا احنا كنا بنحاول نشتغل بمواد متوفره في مصر، ما كناش قاعدين نلجا لمواد مستورده، لان ده كان من اهم اهداف المشروع ان احنا نكون شغالين بمواد سهل توفرها في مصر. فدي حاجه من الحاجات التحديات اللي واجهتنا، ان احنا ازاي نقدر نلاقي المواد دي في مصر. تحدي تاني كان ان احنا عايزين نعمل خرسانه بخاصيه جديده، اللي هي ان هي بتعكس ضوء الشمس وتستخدم الطاقه المتجدده وخصوصا الطاقه الشمسيه، بس في نفس الوقت مش عايزين نستغنى عن خصائص الخرسانه العاديه من الاجهاد والى اخره. فدي برضو كان تحدي تاني، وقعدنا كتير قوي في المعمل بنجرب تجارب مختلفه لحد ما وصلنا لخرسانه بتوازن بين الاثنين، بتعمل خاصيه اللي احنا عايزينها، الخاصيه الصديقه للبيئه، ومن ان هي
ذاتية الإنارة وفي نفس الوقت عندها خصائص الخرسانة الطبيعية، فده طبعا أخذ وقت ومجهود. طب ده عظيم جدا. أنا عايز أعرف دي ممكن نستخدمها في إيه يا منى؟ عشان برضو أكيد مش هنستخدمها في المباني، مش في البيوت، يعني البيوت مش تفضل منورة طول الليل. دي حقيقة، هو استخدمها بشكل أساسي وهدفنا بشكل أساسي هي إنارة الطرق وجعل الطرق أكثر أمانا زي ما ذكرت في الأول، فده هدفنا الأساسي منها، وده أكتر حاجة إحنا بنسعى دلوقتي إن هي لو تنفذت تتنفذ فيه، هي إن هي إنارة الطرق ليلا. عظيم جدا. جربتوا المشروع بتاعكم في معامل إيه يا منى؟ يعني بتختبروا المواد وتشوفوا تأثيرتها على الخرسانة فين؟ احنا كنا شغالين بشكل اساسي في الجامعه الامريكيه بالقاهره، عندنا في الجامعه معظم الوقت كنا شغالين في معامل الجامعه. عظيم. طيب عرفينا كمان يا منى على اعضاء الفريق اللي معاكي، انتوا 4 بنات مش كده؟ مظبوط، انا معايا فاطمه النفيلي وميار خيري وزينب عبد العزيز ودكتور محمد نجيب ابو زيد، هو اللي كان بيشرف على المشروع من بدايته لحد دلوقتي الحقيقه. ما شاء الله، عظيم جدا. زي قدرتوا ان انتوا تشاركوا في الاجتماع السنوي لمجلس ابحاث النقل اللي عقد في واشنطن يا منى؟ احنا بعد ما خلصنا مشروع التخرج بتشجيع من دكتور محمد نجيب ابو زيد قال لنا ان احنا محتاجين نقدم في المؤتمر وان احنا المشروع بتاعنا مناسب جدا للعرض هناك، وبالفعل اشتغلنا فتره على ان احنا نقدم هناك على البحث اللي احنا قدمناه، وتم قبوله بالفعل، ورحنا شهر يناير اللي فات قدمناه، وكان في خبراء كتير قوي من المجال، ودي حاجه ساعدتنا لان هم ادونا توصيات، خصوصا لو احنا حابين نحول المشروع مش بس المشروع او لبحث بل لمنتج متوفر في الاسواق، فدي كانت فرصه يعني مهمه جدا ومن اكتر الحاجات اللي فادتنا يعني في الرحله دي. عظيم. هو بكل تاكيد حاجه احنا لازم نكثف الدعم ليها ونستفيد منها ايضا. انا عايز اسالك عن حاجه ثانيه، هل في حد تواصل معاكم بخصوص هذا المنتج؟ هو الحقيقه الايام اللي فاتت بعد الموضوع ابتدى يطلع للاعلام في جهات كتير ابتدت تتواصل معانا، بس يعني لسه ما فيش اي حاجه يعني ما وصلناش حاجه معينه في الموضوع، لكن في شركات وفي جهات عايزه تستفيد من هذا دي حقيقة. المشروع. خطواتك الجايه ايه منا؟ ايه الخطوه الجايه اللي انتوا عايزين تعملوها؟ احنا طبعا لو عايزين ننفذ المشروع احنا محتاجين نكثف بحث فيه اكتر، ومحتاجين نبتدي نعمل نجرب مش بس داخل المعامل بل خارجها، حتى لو جربنا على طريق، فدي هتكون الخطوات الجايه في المشروع لو احنا عايزين ننفذه. اخر سؤال عندي يا منى، يعني معلش، انتوا في اخر سنه ده كان الجراديويشن بروجكت بتاعكم ولا اتخرجنا؟ احنا اتخرجنا. اوكي. كل الشكر ليكي الطالبه منى سليمان، احدى طلبات المشاركات في مشروع التخرج. أنا عجبني الفكرة في أنه مشروع تخرج مبتكر، يعني الناس دي فكرت تعمل حاجة بره الصندوق زي ما بنقول. 4 طالبات بيتخرجوا عمل مشروع بتاع التخرج بتاعهم عبارة عن خرسانة مضيئة. كده كده الخرسانة موجودة، هنستخدمها في الطرق زي ما هي قالت. طبعا الهدف من المشروع أن يكون الطرق أكثر أمانا. قالب الخرسانة ده بيمتص أشعة الشمس بالنهار والضوء بالنهار وبيطلعوا في شكل إضاءة بالليل، وزي ما شفنا الحجر فسفوري منور. ده مش هيكلفنا أي حاجة، خصائص الخرسانة موجودة زي ما هي بقوتها وصلابتها، لكن أضفنا ليها فكر وده المهم. أنا مش عارفة لو الفكرة دي موجودة قبل كده ولا لأ، بس أنا عن نفسي ما تخيلتش، يعني حتى وهي بتشرح الميكانيزم بتاعها أو إزاي بيحصل، أنا مبهورة جدا إنه إزاي ده ممكن يحصل. أنتوا متخيلين لو ده اتحقق على أرض الواقع هيبقى الموضوع هيوفر لينا حاجات كتيرة جدا، يوفر لينا كهرباء وفلوسها واستخدامها، وفي نفس الوقت هيخلي الشوارع آمنة يا شاذلي، إنه هتبقى منورة من الخرسانة. مشاهدينا، يعني من الحاجات الجميلة اللي احنا فخورين بيها بطلبة مصر ان هم قادرين يحققوا النوع ده من الحلول المبتكرة والمبدعة لمشاكل موجودة عند العالم كله.